ولسه مستمرين مع لقاءاتنا ومعي في هذه اللحظات الحقيقه النجم الصاعد بقوه كابتن كريم الجزاوي. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. الحقيقه ان انت اثبتت وجودك بشكل كبير جدا في الفريق الاول، بنشوفك بتشارك في كل البطولات تقريبا، بس في البدايه اكيد عايزك تكلمني عن مباراه النهارده. والله طبعا الحمد لله، بحيث اتكلم عن مباراه النهارده، مكسب مهم جدا قدام فرقه كبيره طبعا زي نادي الزمالك. الحمد لله يعتبر تاني ماتش لينا في البست، الماتش الجاي المفروض اخر خطوه لينا ان شاء الله، ونخلص بدري ونكسب ان شاء الله. عايزين نعرف تستعدوا ازاي لمباراه يوم الجمعه، لان زي ما انت قلت الهدف بتاعكم ان انتوا تحسموها بدون ما تضطروا تلعبوا لمزيد من المباريات. ان احنا طبعا نركز على اخطاء ماتش النهارده، طبعا زي ما كابتن احمد الجرحي قال، طبعا زي دايما الفرقه خسرانه بتحضر للماتش احسن من الفرقه الكسبانه، ده يعني على طول. فان شاء الله الماتش الجاي نعتبره كاول ماتش لينا في السيريس، وناخده بجديه اكتر، وناخده ان هو اخر يعني اخر ستاب لينا في السيريس، ونقدر نستعد بقوه للفاينلز في رواندا ان شاء الله. يعني اكيد دور الجماهير بيكون ليها دور كبير جدا وحافز ليكوا، اكيد انتوا بتتمنوا ان المدرجات تكون مليئه اكتر بالجماهير، فتحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ والله طبعا الاول احب طبعا اشكر كل الناس اللي بتيجي لنا من القاهره ومن كل المحافظات، طبعا بيبقوا هم طبعا الدافع الاول والاخير لينا في الماتش قبل اي حاجه. طبعا وجود الجمهور كل ما بيزيد كل ما بيبقى دافع اكبر لينا، وان احنا بنبقى عايزين نكسب عشان نفرحهم طبعا اكتر. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا.